الديمقراطية للرئاسة، حضرة أعضاء القوائم الحليفة الداعمة لمرشح الجبهة، حضرة أعضاء اللجنة التحضيرية لقائمة الوحدة الجديدة، الجمهور الكريم، مساء الخير. نقف اليوم على بعد شهرين من الانتخابات البلدية التي ستقرر مصير بلدنا في السنوات الخمس القادمة، ونحن على ثقة بأن التغيير قادم لما فيه مصلحة جميع أهل بلدنا الكرام. لقد قررنا خوض الانتخابات بقائمة عضوية مستقلة تحت اسم الوحدة ورمزها حيط، تجسيدا للوحدة الحقيقية بين عائلتين لم ينفصلا أبدا، وهما عائلة حيادري وعائلة طرابين. لم يكن هذا القرار انفراديا، بل كان قرارا بالإجماع من قبل غالبية أبناء العائلتين، وذلك بعد جولات تشاور استمرت منذ شهرين مع أهلنا وأخوتنا من العائلتين. وبالتالي كان القرار يخوض بخوض الانتخابات بقائمة مستقلة بهدف الحصول على أكبر نسبة أصوات لصالح قائمة الوحدة وتمثيلها في البلدية بعضوين على الأقل، أنا وشريكي إبراهيم حيادري أبو رامي، والحصول على أكبر نسبة أصوات رئاسية للدكتور صفوت أبو ريا. الحضور الكريم، نعدكم بأننا سنعمل على تمثيلكم بأحسن صورة وبأمانة، وسنخدم الصغير قبل الكبير، وسنحافظ على بلدنا وحاراتنا وعائلاتنا، ولم ننافس في معركة انتخابية وإنما في لعبة ديمقراطية نزيهة وشريفة، ونقبل بقرار المواطن في بلدنا. هناك مجالات عديدة يجب العمل على تحسينها، ولا ننكر إن البلدية الحالية والبلديات السابقة قد عملت ما بوسعها، ولكن هناك قضايا مركزية لم تنجز حتى اليوم، وأهمها العمل على توسيع مسطح المدينة من أجل حل الضائقة السكنية التي يعاني منها جميع المواطنين في سخنين، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي البناء بشكل خيالي. 2، العمل على بناء مدارس من أجل حل مشكلة الاكتظاظ في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية القائمة في سخنين، فلا يعقل أن يكون مدارسنا مع 900 أو أكثر من 1000 طالب في بناية واحدة. لا يكفي التخطيط بدون تنفيذ. 3، العمل على نشر المحبة والإخوة والتسامح بين جميع سكان بلدنا الحبيب، والعمل على نبذ العنف بكل أشكاله، ولنحافظ على النسيج الاجتماعي المميز ودعم الوحدة التي ندعو إليها. وفي النهاية أشكر كل من حضر. نعم، هذا مرشحنا بعيدا كل البعد عن استغلال السلطة. بالتالي تم حسم النقاش بشكل ديمقراطي بعدما رأت الأكثرية أن تأسيس قائمة مستقلة هو مطلب المجموعة للأسباب التالية: أولا، عدم بعثرة الأصوات للقوائم التي تغزونا كل 5 سنوات. ثانيا، من أجل أن نصبح شريكين في اتخاذ القرارات لخدمة أهلنا وبلدنا. ثالثا، إعادة هيبة واحترام المجموعة ووجود ممثل لخدمتها في البلدية. ومن هنا نؤكد بأن هذه القائمة مع سخنين بعائلاتها وطوائفها، ولا نطالب بأكثر من المساواة وتوزيع عادل لمقدرات هذا البلد. نريد لسخنين كل الخير، ولا تراودنا أطماع ولا نبغي نفوذا على حساب عائلات أخرى، لأننا نؤمن بالوحدة السخنينية. نحن نصبو ونطمح لرقي في نهج وتعامل البلدية مع المواطنين على أساس العدل والحق والمساواة، ونهيب بالإدارة وعلى رأسها الدكتور صفوت
وضع معايير سليمة للعمل البحري. ومن هنا لا بد من الإشارة إلى أن القائمة ليست حكرا على أحد أو لفئة، بل هي قائمة للجميع، ونتعهد بالدورة التناوبية على غرار الدورة الزراعية. بهذه المناسبة اسمحوا لي أن أعبر عن شكري وامتناني للإخوة في لجنتي العمل فربيع حيدري الذين أسهموا بتأسيس القائمة ورسموا معالم الطريق لنمشي يدا بيد ونحافظ على وحدة المجموعة. ولولا إصرارهم وجهدهم لما وصلنا إلى ما نحن فيه. هذا هو الاجتماع الثاني الذي تعقده قائمة عضوية من بين القوائم العديدة الداعمة لترشيح لرئاسة بلدية سخنين. بهذا تكون قائمة آل طربي وآل حيادر المشتركة من القوائم السباقة في التواصل مع الجمهور الواسع. أما هذا الحضور الواسع والمحترم والممثل لمختلف أطياف العائلتين الكريمتين فهو الدليل الواضح أن آل طربي وحيادري ما زالا على العهد، عائلتين كريمتين وطنيتين. نعم، وطنيتين لا تمنحان الثقة إلا لأصحابها. أعرف الإشاعات المغرضة التي ينشرها البعض عن اكتساح لعائلتين، ويحكم يا هؤلاء، فهل يستطيع أحد اكتساح هذه هاتين العائلتين الطيبتين؟ أن يكتسح عائلة طيب الذكر بطل يوم الأرض الخالد القائد المرحوم جمال طربي؟ إن عائلات سخنين كلها بكرامتها ووطنيتها هي التي تسقط مرشح وترجح مرشح آخر. هي المالكة للمملوكة، الرئيسة للمرؤوسة، وهي ليست مزرعة وملكية خاصة لكل من يحلم بجعل البلدية والبلد مزرعة وملكية خاصة، إنما هي المظلة والحاضنة والدقيقة لكل من يريد جعل البلد والبلدية ملكا لكل أهلها. أهلي الكرام، أعتز بانتمائي الوطني والديني، أعتز بانتمائي لجبهتي وعائلتي الكريمة، لكن كل العائلات والطوائف والقوى الأهلية والوطنية والحزبية في سخنين هي عائلتي وطائفتي وحزبي. وأكيد بمن فيهم عائلة غنايم الكريمة. وما من هدف لي أسمى وأكبر من تعزيز الوحدة الأهلية والوطنية بكل أطياف سخنين. فجميعنا وأنا أولكم خدامها. سخنين هي الأب والأم، وأنتم الأهل وأصحاب البيت بلدا وبلدية. لم أخب إياكم هذه الحملة الانتخابية للرئاسة والعضوية بهدف إسقاط فلان ولا هزيمة علمتان رئيسا كان أو قائمة عضوية، وإنما نخوضها معا من أجل الانتصار لسخنين ولتطوير سخنين وتعزيز وحدة سخنين. فلأطيل الحديث معكم اليوم في تعداد بنود برنامج الانتخابي، لكني أطمئنكم أن هنالك مجموعة أكاديميين وخبراء وأخصائيين ومهنيين ندرس وإياهم ونستطلع الاحتياجات الملحة لبلدنا سخنين ومعاناة وتطلعات أهلها.
وذلك بهدف بلورة برنامج شامل للنهوض بسخنين وجعلها حقا مدينة متطورة وعاصمة جذابة لكل منطقة البطوح والجوار، مدينة حقا يطيب العيش فيها ولأهلها أولا. وها أنا أكشف لكم سرا أن الإنسان السخنيني سيكون المركز لهذا البرنامج، فبناء الإنسان السخنيني هو الأساس، والتركيز على التعليم والنهوض به وبالحياة الثقافية والعمل على توسيع المنطقة الصناعية لزيادة فرص العمل. أما قضية أزمة الإسكان وتوسيع مسطح المدينة فلن نواصل إهمالها كما يفعل الآخرون في جلسات تفاوض أخرى تفاوض أخرى تفاوض، وكما سنبادر ونقتحم كل العناوين لتقديم دراسات ومخططات مهنية وعلمية، وسنطرق كل الأبواب لفض حق مدينتنا بالتوسيع وبخارطه هيكليه جديده وبمشاريع اسكان. لن نرضى باستمرار اخطبوط مزقان بخنقنا ولا باهمال وخنق سهل البطوف وزراعته، ولن نكتفي بالمراسلات وتقديم المخططات والمشاريع، ولكن معا وانما سنرفقها بالكفاح الجماهيري الداعم لانتزاع حقوقنا. وبهاي المناسبة بحب أتضامن مع أخوي أحمد الزبيدات أحبائي الأعزاء، الطائر بجناحيه يطير، هكذا أيضا البلديات، إذ لا يكفي وضع البرامج والعمل على تنفيذها، وإنما يجب إيلاء اهتمام خاص لجناح الإدارة. وها أنا أعدكم ليس بوظائف عرقوبية في شهر المرحبة، بل أعدكم بفتح باب البلدية على مصراعيه وكل أقسامه أمام الجمهور الواسع. بدون محسوبية وبدون واسطات وبدون صفقات، أعدكم بتوظيف كل جهودي لصالح تطوير سخنين وبتوظيف الأشخاص بناء على الكفاءات والأحقيات ملتزما بالقوانين المرعية. سخنين تريد الانتعاش، يجب نفض الغبار المتراكم عن طاولات أبحاثها وإحداث نهضة حقيقية في نهج الإدارة والتفكير. السيارة مش عم تمشي، بده حدا يديك تمشي هذا الشيء، هيك قالت السيدة فيروز. وأنتم، أنا أقول لكم، أنتم البلد والبلدية، السيارة والسائق، المهني الأمين والمؤتمن، وبمصلحتكم سألتزم. لا تخفى عني مشكلة الأمن وتفاقم مظاهر العنف والاقتتال والانفجار بالممنوعات، لا يعقل استمرار هذا ولا يجوز استمرار تفاقمه بدون أي حراك جدي لصده، بضغط من البلدية على سلطات الأمن وبنشر مشاريع ومقرات تربوية ونوادي في مختلف الأحياء لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة ولتثقيف وتربية الأجيال الناشئة.